الو، اهلا، ازيك يا اسماعيل؟ ازيك يا حسين، وصلت امتى؟ انا بكلمك من الاستوديو، اصلي بشتغل في فيلم جديد. العال دي اخبار كويسه. هتنضرب برضو؟ هنضرب واضرب. ايوه بس النهارده هنضرب اكتر، يعني هقبض فلوس اكتر يا استاذ. ايوه موضوع المكياج يا واد، لان هنصور منظر خناقه الشوط الجاي. طب وبتعملوا ايه دلوقتي؟ لا تسد الواحده رقصت بسرعه كده. حاضر. عن اذنك يا حسين، انا داخل انضرب. مع السلامة، يعني داخل اشتغل. لا جاهزين يا استاذ. طب فين الزفت الدبلور؟ انا جاهز يا استاذ. اهو دي ملابس محمود البليل. ايوه يا استاذ. اول ما تسمع مارشيست بيقول اذا فيكوا راجل يطلع لي فوق. كويس. تطلع السلم بشجاعه وضهرك للكاميرا، ما تنساش. حاضر. مش لازم اشوف وشك ابدا. انت دبلور محمود المليجي، فاهم؟ فاهم. اول ما توصل لمارشيست تدي له قلم، هيروح مناولك بوكس، عايزك تنزل السلم وانت بتتدحرج، بس اوعى اشوف وشك او اسمع صوتك. انت دبلور محمود المليجي، مفهوم؟ مفهوم يا استاذ. طب يلا دلوقتي بروفا. سكوت. ولع. يلا يا مشيشت، اذا كان فيكوا راجل يطلع لي فوق. تعال كده، يلا دورها بقى. تصوير. جاهزين؟ جاهزين. تعالي. جاهزين. جاهز. رولم. 25-1 أول مرة. أكشن. إذا كان فيك راجل يطلع لي فوق. مش كويس. ضربة ضعيفة. ضعيفة؟ ضعيفة ازاي يا استاذ؟ ده انا وشي اتصفط. سكوت. كمان مرة. رولم. 25-1 تاني مرة. مش كويس. الوقعة مش طبيعية. مش طبيعية؟ مش طبيعية ازاي يا استاذ؟ سكوت. لازم تقع كويس. كمان مرة. كمان مرة؟ يا استاذ حرام عليك، ده انا وشي انكسر. سكوت. رولم. رولم رولم. 25-1 ثالث مرة. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. ده كان فيه راجل يطلع لي فوق. اديني طالع لك اخوي. اسمعي فوقوا بقى. اطفي. حلو. هو ايه؟ ها؟ المنظر ده مسكين. ما تقطعيش قلب اموال. مسكين. يا قوة الله، الإسعاف بقت حلوة كده ليه يا إخواتي؟ إزيك يا إسعاف؟ إزيك أنت؟ مدشتش والحمد لله. أنا يلزمني 6 أشهر إسعاف. أنت صعبت عليا النهاردة لما وقعت من على السلم 3 مرات. لا، ومرة بروفة يبقوا 4. أنت شفتيه؟ طبعًا، ما أنا بشتغلكم بس في الاستوديو، والنهاردة عملوا لي تيست رأس. تيست؟ آه، يعني كانوا بيجربوكي. أيوة، ولو نجحت التجربة هيدوني دور صغير. أنت اسمك إيه؟ سهير.
وانت اسمك ايه؟ اسماعيل الغندور. انت ما سمعتيش عني؟ ابدا ابدا. ازاي؟ ده انا اللي بمثل دور عبد الحليم حافظ وفريد شوقي وعمر الشريف وفتحي حمامه. وبتمثل ادوار مين ازاي؟ بنضرب بدلهم. يعني اذا حبوا يبقوا عبد الحليم حافظ علقه في الفيلم يجيبوني انا انضرب بداله، اذا حبوا يقتلوا فريد شوقي يجيبوني انا اتقتل بداله، يعني البس ملابس البطل ويصوروني من ظهري وانا بنضرب. دوبلير يعني بديل. ايوه بالظبط، بديل في الضرب، انما في القبض لا. وايه اللي خلاك تختار الشغل المؤذيه دي؟ دي موهبه من عند ربنا، زي مادة موهبة الصوت الجميل لعبد الوهاب اداني انا موهبتي جدا من حسن. اهو اكل عيش وسلام. لكن شغلتك دي مش اكل عيش، دي اكل ضرب. ويجعلك في كل خطوة على الاخر. امين. تسمحي تيجي تتغدي معايا النهارده؟ متشكرة. متشكرة ازاي؟ ده البوفيه اللي هنا بيشككي. لا دكها حاجة تانية. لا هو يا ستي دكها اتختخ من كده. بقولك هو. الله، بقولك مش هو. وبعدين معاك يبقى هو بعينه. جرسون جرسون، من فضلك عندك ايه اكل؟ عندنا رز وريش وسبانخ وكفته وكباب والتفح مؤثر. تاكلي كفته؟ لا كباب. اسمع كلام، الكفته حلوه. لا كباب. عشان خاطر كل كفته كباب. كفته كباب، كفته كباب، بتصبحوا اي حاجه. هات لنا اتنين فراخ يا ابني، اتنين فراخ، ولو اننا كنا عاوزين نطلب اتنين فيل. كويسة. مالك سرح في ايه؟ في الدنيا. مالها الدنيا؟ الدنيا بتبقى حلوة قوي لما الإنسان تكله زميلة جميلة تشاركه في أكله في شربه في حياته. هو أنت مش متجوز؟ لا، إنما مستعد أتجوز. أنا جريء. تتجوز مين؟ أتجوزك أنت. أنا؟ بتضحكي ليه؟ هو جوازي ضحك؟ لا، أنت إنسان طيب وابن حلال، لكن إيه؟ ناقص رجل، ناقص دراع. طوعيني واتجوزيني مش هتلاقي جوز زي ابدا. ادي انت شفتي بعينيكي بتضرب لما استوي من الضرب ولا افتحش بقي. انا هكلمك بصراحه بقى، لازم تعرف ان كل بنت في الدنيا بتدور على فتى احلامها، الشخص اللي بتعيش معاه في الخيال، لكن انت مع الاسف مش فتى احلامي. وفتى احلامك ده شكله ايه؟ ده ملوش وجود الا في خيالي انا بس. يعني ما اقدرش اشوفه؟ لا طبعا، لكن اقدر اوصفه لك. اوصفه لي ابوس ايدك. انا مش عايزاه غني. موجود. ومش عايزاه جميل. موجود جدا. لكن عايزاه بطل. اهو ده اللي مش موجود. وعاوزاه بطل في ايه؟ في الطيران. طيران؟ اهو انا ما اخافش من حاجه في الدنيا قد ركوب الطياره. اخفى عليك يا خواف. خواف خواف بس عيش. طب ده انا ليا اخي بيشتغل في الطيران، كل ما يسافر بالطياره اقرا على روحه الفاتحه مقدما. يا ريتني عرفت اخوك. وتتجوزيه؟ ليه لا؟ انا يشرفني اني اكون مرات واحد طيار. منعز دونجول. ايوه. نشوف وشكم بخير، عندي اسبوع اجازه. انت هتعملها برضه تتجوز حسين؟ عليه العوض ومنه العوض. انا لله وانا اليه راجعون. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا اخي؟ ونويت تسافر النهارده يا حسين؟ لا بكره. دلوقتي هروح عشان ازور الشاويش عطيه وعشان اشوف اخويا اسماعيل قبل ما اسافر. سلام عليكم. سلام ورحمه الله. سلام. معاك سلام. والله كان جدع طيب وابن حلال. هيوحشنا. يا ولي يا حمود من العيا، عاوز اروح للحكيم. معدتي مزيكا بتعمل بوم بوم بوم. ما تكبرش معايا، قلت لك مش خارج من البيت. ومعدتي؟ اعمل لك حقنه شيخ. يا منجي يا رب، انا ما اكرهش حاجه في الدنيا قد الحقنه دي. هتاخد الحقنه؟ مش هاخدها. هتاخدها؟ ده مش كلام، ده انت هتتدخلي في اكلي وفي شربي وفي هدومي وفي معدتي كمان. لا ممكن اخدها، لا ممكن اخدها. نعم 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 نعم. من امتى الشخط والنطر يا سبنسة القطر؟ عطيه لليمين در. حاضر. اسمع اقلع هدومك واتغطى باللحاف وما تتحركش لحد ما اجيب لك الحقن. حاضر. السرير مش
مساء الخير يا فندم. سعيد مساءك. اهلا وسهلا. الشاويش عطية موجود؟ ايوه موجود بس عيان في السرير. ممكن اشوفه واطمن عليه؟ اتفضل. متشكر. عندك في الاوضه دي. لا بأس عليك يا حضرة الشاويش. مين؟ هشام ازيك يا حسين؟ الله يخليك يا فندم. أنا والله أول ما وصلت المطار سألت على سيادتك قالوا لي إن حضرتك عيان فجيت علشان أزورك. كتر خيرك يا حسين وتزورني بالليل. يا فندم ده واجب. هشام. فندم. هشام. يا فندم. أنت نزلت لي من السما هشام. تعال. خير يا فندم. انا هقول لك على مسألة مهمة بس تحلف لي اني محدش يعرفها ابدا. تحت امرك يا فندم. قالوا لي يا مراتي محكمة رأيها اني انا مطلعش من هنا النهاردة وانا لازم اطلع عشان اروح اشوف مراتي التانية. هو حضرتك متجوز اتنين؟ ايوه بس شنيش نحو انت. المهم ان اخرج النهاردة. يا فندم تخرج ازاي وانت عيان؟ ماشي دي انا مش عيان ده انا صحتي زي الفرس. بس مراتي هي اللي مدخله العيا في جسمي بالعافيه كده. طيب يا فندم وعاوزني اعمل لك ايه؟ تنام بدالي ساعتين من لحد ما ارجع لك. ساعتين بس يا حسين. عشان خاطري يا حسين. عشان خاطر الشاويش عطيه يا حسين. ايوه يا فندم ولما تخش الست بتاعتك وتلاقيني نايم مطرحك. مالكش دعوه بس اللي عليك تنام وتغطي راسك بالبطانيه وكل ما تحس بيها جايه شخر بعزم وقوه. طب ولما تنكشف الحكايه؟ ما تنكشفش ولا حاجه دي محبه ما عليها تشوفني نايم عشان تخرج هي. امر لله. ماشي يا حسين كتر خيرك يا حسين. نوم العواصي يا حبيبي نام. لا يا حسين. أشخر يا فندم؟ شخر واعمل عارف تعمل. طيب اتركت يا في حد عندك يا عطية؟ هو العسكري اللي جالك ماشي؟ عطية عطعت عطعيته. انت نمت اهون كده؟ يما انت مركب على مناخيرك كلاكس؟ يا راجل اتقابل بقى خليني اديك الحقنة. تعال هنا بقى. يا ست انا لا حرام ولا حاجه بصيلي كويس. الله انت مش العسكري اللي جاي يسال على جوزي؟ ايوه. الله وايه اللي نايمك هنا؟ جوزك. وجوزي راح فين؟ لمراته التانيه. مراته الايه؟ التانيه. لا هو متجوز عليا وانا مش عارفه؟ ايوه. وقع صاده ومطيله على دماغه. طب تسمحي لي بقى انا اروح؟ روح بقى لحسن اطيلها على دماغك ودماغ شاويشك. ليلتك محببه يا عطيه. ان شاء الله يا فندم. امشي اخرج. يا ناري لو تطب في ايدي يا حسين كنت اخلي عينيك الاتنين يورموا. اسمع يا مندي. يا فندم يا بشويش. ما شفتش المخسوف على عينه حسين؟ حسين قام بالاجازه يا فندم، اصله هيتجوز بنت من بنات اليكس. بنات اليكس؟ يعني بنت واحد حراجه؟ اليكس يعني الكسندريا. خد 7 ايام علشان يتجوز، اسبوع عسل. انا هخليه له اسبوع بصل، هخليه اسبوع منيل على دماغه ودماغ اللي خلفوه. الله. انا عملت اللازم عشان اجيب الاجازه بتاعته دي، ما اكونش انا. مالك يا شويش؟ حد ضربك ولا وقعت؟ لا ما وقعتش. الله يجازي اللي منه السبب. مهما تطب في ايدي يا حسين البلد عليك سهل. ابعدوهم. ايه
الو حسين. اهلا يا اسماعيل. ازاي حالك؟ عال قوي. الضرب نازل يرخ عليا والاشياء معدة. الله، انت بتحط هدومك في الشنطة ليه؟ هتحزن؟ لا هسافر. انت لحقت؟ انت لسه جاي من السفر امبارح؟ انا مسافر اتجوز. ضروري تسافر معايا علشان تحضر الفرح يا اسماعيل. لكن انا عندي شغل في الاستوديو. على كل حال مبروك وتروح وتيجي بالسلامة. متشكر. انا هغيب اسبوع وارجع مع العروسة. فيها حاجة لو تسلفني بدلتك بتاعت الطيران دي البسها يومين؟ انت اتجننت؟ اوعى تعمل كده. اللي يلبس بدلة عسكرية وهو مش عسكري يتمسك ويتحبس. اشوف وشك بخير. مع السلامة. ابقى هاتلي معاك ملبس الفرح. ان شاء الله. يا جمالي يلا حبس حبس وزي ما تيجي تيجي. ايوه هات ايه؟ بكره الساعه 10 يا استاذ. طيب خير يا استاذ رمزي. انا نازل البلد، ممكن اوصلك اي حته؟ لا متشكره، انا لسه عندي شغل. ساره وبعد المكياج تخش تلبس هدومك وبعدين تيجي. الله 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 الله، انت عارف نفسك كده ليه يا اسماعيل؟ لا انا مش اسماعيل، انا اخويا. عدم المؤاخذه اقصد اقول حسين اخوه. عن اذنك يا بابا. شيء غريب. انت ازاي النهارده بقيت عسكري وانت كنت امبارح كومبارس؟ اللي حضرتك تقصدي اسماعيل اخويا؟ هو حضرتك تبقى حسين اخوه التوأم. سبحانك يا رب، ده انت فوله واتقسمت نصين. العنيف، المناخير، البق، وخصوصا البق. الا قولي لي وحياتك، انت ما تعرفيش واحده اسمها الانسه سهير محمود؟ انا سهير. يا قهلا يا قهلا يا اهلا وسهلا. انت تعرفي ان اخويا قال عليكي انك في منتهى الجمال، وبان عليكي كمان انك انت بنت حلال. هو قال عليا كده؟ واكتر من كده، اصله ولد شهم وطيب ولطيف وابن حلال، ويا بخت اللي تتجوزه. عارفه انا لو كنت مطرحك اتجوزه على طول، ده لقطه. هو بعتك هنا علشان تقولي كده؟ ابدا ابدا، انا في الحقيقه لما سمعته هو بيمدح في محاسنك وفي جمالك حبيتك غيابيا. انا جايلك من وراه. متشكره. انا ما احبش امدح في نفسي ابدا، انما لو جيت الحقيقه انا بطل فظيع جدا في الطيران. لو اقولك على الحاجات اللي عملتها اؤكدلك ان عقلك هيطير. احكي لي والنبي. لا بلاش، عشان دي حاجات تشيب. علشان خاطري اقولك يا ستي، مره ركبت الطياره بتاعتي النفاسه وطلعت لفوق في السماء. امال يعني في الارض؟ طبعا في السماء. وبعدين؟ وبعدين نزلت في الارض. طب وايه؟ وايه يعني ازاي؟ هو انا نزلت الا بعد ما رعشت لك النجوم والشمس والقمر وحاجات كده؟ ازاي؟ هو يعني ضروري لازم تفهم ازاي؟ علشان خاطري قولي. اصل دي اسرار والنبي، وانا حالف على العيش والملح ما اقولهاش لحد. اهون عليك تكسفني. لا ما تهونيش. خلاص احكي لي بقى. اقولك يا ستي، ركبت الطياره وطلعت لفوق 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 لحد ما وصلت فين؟ لسه ما وصلتش. لفوق لفوق لفوق، وهوب ايه؟ وقفت الطياره في الجو، المحركات سكتت،
ايه الحكاية؟ ايه العبارة؟ البنزين خلص. يا خبر، وبعدين عملت ايه؟ ولا حاجة، لبست الباراشوت وسبت الطيارة واقفة لوحدها في السماء، ورحت واخد صفيحة بنزين فاضية، ورحت ناطت من الطيارة على شركة شل عدل، وبعدين مليت الصفيحة بنزين وقلبت الباراشوت وطلعت لفوق لفوق لفوق، وبعدين صحيت من النوم. تمام، انت ايش عرفك انه حلم؟ لانه كلام مش معقول. اصل الكلام المعقول ما اقدرش اقوله ابدا، اصل دي اسرار وانا راجل مش فتان. انت دمك خفيف قوي. من بعض ما عندكم، انما جيت للحق اخويا اسماعيل دمه اخف مني. يا شيخ بلا نكد، ده دمه صفى من الضرب اللي بياخده. مسكين، اكل عيشه عاوز كده. اعملي معروف، اكسبي فيه ثواب وخليكي لطيفه معاه. انا مالي وماله، في الحقيقه انت اللي عاجبني. البدلة العسكرية ما يلبسهاش غير كل انسان شجاع بطل، لكن اخوك ده خيبة نيلة. الله يحفظك. ده قال انه بيخاف من الطيارة، وعمره ما ركب الطيارة، يبقى بني ادم ده. بني ادم ارض، هو لازم يبقى بني ادم جوي. الصورة تعطيها يا ام زينب. ميرسي. تسمحي لي بصورة منهم والنبي؟ ايوه. الله، تسمحي لي بالصورة دي؟ اتفضل. طيب اكتبي لي عليها الى حبيب اسماعيل. انا مالي ومال اسماعيل. طيب اكتبي لي الى حبيبي حسين. حبيبي كده مره واحده عشان خاطرك.